السلام عليكم، معكم دكتورة بسمة كوبيتي، أخصائية في طب نساء وتوليد بالرباط. جيت هذا النهار باش نهضر لكم على الحمل وشهر رمضان المبارك. بزاف ديال السيدات كيتسائلوا واش يقدروا يصوموا ولا لا. اول نصيحه غادي نعطيها هي، واخا نعطيكم نصائح دابا عن طريق هذا البرنامج، ولكن غادي تستشروا الطبيب الاخصائي اللي متبعكم، لانه هو اللي كيعرف الحاله الشخصيه ديالكم، وما غاديش نتبازا على شنو داروا جدودنا واخواننا وعماماتنا ولا صحاباتنا، لان الحاله كتغير من سيده لسيده. عامه الصيام ما كنصحوش به عند المراه الحامل، ولكن حنا في بلد مسلم، دونك من المستحب انكم تسمعوا للذات ديالكم ويكون عندكم واحد النمط ديال الاكل اللي هو سليم، ما تتعبوش راسكم اثناء النهار، وتناولوا المكملات الغذائيه ديالكم وتعرفوا شنو هي المخاطر اللي غادي تخليكم تحبسوا الصيام. كيفاش غادي ندوز هذاك النهار ديال الصيام؟ اولا خاصني ضروري نفطر ونتسحر، الا ما تسحرتش ما غاديش نصوم. خاصني على الاقل جوج ديال الوجبات، وهذوك جوج ديال الوجبات يكون فيهم لي بروتيين لي فيكولون ولي فروي. لي بروتيين في الوجبه ديال الفطور وفي الوجبه ديال السحور هما ضروريين. وجبه ديال الافطار كافطار عادي، ما غاديش نتناول معجنات كثيره، لان هذيك المعجنات فيها لي كالوري فيد وما فيها حتى شي منفعه لا ليك كسيده لا للجنين ديالك. الحاجه الثانيه لي فروي غادي نفضل ناكلهم على شكل بيتيت سالاد دو فري ولا ان فروي سوليد. لي جو غادي تحولوا كاملين سكريات وغادي يطلعوا لي النسبه ديال السكر في الذات، وما نستافدش من الالياف اللي فيها. في الوجبه ديال السحور غادي ناخذ على شكل فطور عادي، فطور بحال اللي كنفيقوا الصباح، يكون غيش اون بروتيين. دونك الا ما خديتش بيضه في الفطور غادي ناخذها في السحور، ناخذ خبيز وفخوماج، ناخذ اون بواسون، ان برودوي ليتي، دونك باش نتافع ونقدر ندوز هذاك النهار مزيان ونتفادى السكريات لي سكر رابيد في الوجبات ديال السحور، سينو غادي نفيق تعبانه ما نلقاش الجهد اللي غد ليه الصباح. خاصني نشرب السوائل، السوائل الماء عامه، وعاد ديك ساعات الا خديت كويس ديال اتاي ولا الا خديت الحليب ولا الا خديت اون تيزان، ولكن الماء خاصني نعرف نفرق ديك الكاس ديك النسبه ديال الماء اللي خاصني ناخذ دائما ما بين الافطار والسحور. خاصني مع الفطور نشرب جوج كيسان ديال الماء، من مور الفطور ندوز واحد ساعه المكانه عاوتاني جوج كيسان ديال الماء كبار، قبل ما نتعشى جوج كيسان ديال الماء، وقبل مع السحور ناخذ جوج كيسان ديال الماء كبار، باش يلاه يكون عندي 8 ديال الكيسان كبار ديال الماء اللي نقدر باش ما ينشفليش البيبي ديالي. الا كانوا عندي مكملات غذائيه خاصني نشوف شنو هي لا كومبوزيسيون ديالهم. اون جينيرال الحديد غادي ناخذوه من مور الوجبه ديال الافطار، والا كانوا دي فيتامين ناخذهم حتى هما من مور الوجبه ديال الافطار. الا كان عندك شي حاجه فيها المغنيسيوم غادي تخليها حتى الوجبه ديال العشاء ولا السحور باش ما ترخيكش بزاف اثناء اليوم. كيف قلت قبيله ما نتعبش راسي بزاف، نعرف نسمع للذات ديالي، الا حسيت بالتعب، الا حسيت بالترويعه، الا حسيت بالسخفه نحبس الصيام، الا حسيت بالجنين ديالي ما كيتحركش مزيان حتى هو نحبس فيه الصيام. عامه هذه هي النصائح اللي كنقدم لكم. الا كان الحمل ديالكم سليم وما فيه حتى شي اشكال اللي كيمنعكم من الصيام في هذا الشهر المبارك.